مرحبا، معكم كارمي شماس. اليوم بدنا نحكي عن الجمعة 25 أكتوبر، يوم القمر مرافقنا من برج الأسد لليوم الثاني على التوالي. أجواء حلوة بعدها بترافق مواليد الأبراج النارية، مواليد برج الأسد بالطليعة، أيضا مواليد برج الحمل، مواليد برج القوس. صرتوا بتعرفوا هذه القصص، وهذا القمر مكمل معنا ليوم السبت الساعة 7 المساء توقيت بيروت. اليوم أيضا بتستفيد مواليد برج الجوزاء وبتستفيد أيضا مواليد برج الميزان بشكل واضح. اما الاكثر توترا فهي مواليد برج الثور، عندنا ايضا مواليد برج الدلو، وفي عندنا ايضا مواليد برج العذراء يلي نهار اليوم شوي بطيء. فكيف بده يكون نهارنا؟ بنبلش مع برج الحمل. مواليد برج الحمل اكيد نهار لازم تستفيدوا منه، بمعنى توصفوا طاقاتكم، تقولوا اليوم الجمعه بدي خلص عده اشغال، عده مهمات تخلصها لحتى كل الامور عندكم يمشي حالها بشكل مرتب وتوصلوا ليوم السبت، مع انه القمر كمان مساعد لكم لكن بتكونوا مرتاحين اكثر. بتبقى كل المواليد محظوظه، بشكل خاص مواليد العشريه الثانيه. بالنسبة لبرج الثور فلكيا هو من الايام المتعبة، من الايام الملبكة، امور عائلية، امور شخصية، امور بالشغل، امور العلاقة بالبارتنر، بشريككم بالحياة او شريككم بالعمل او اشخاص غريبين، ما تخالفوا القوانين. هذه فترة دقيقة شوي، وبتطلب من مواليد برج الثور انه يطولوا بالهم شوي. سبت المساء بتتغير الظروف مثل ما سمعتوا ببرجكم الاسبوعي. بتبقى المواليد اللي لازم تنتبه نتفة تكون مدريه حالها شوي اكثر 17 18 ايار مايو. بنكمل مع برج الجوزاء يلي نهاره بعتبر انه الامور عنده حلوه وايجابيه وفي سرعه او تسارع بسير الامور، وهذه امور بتروق لكم بالكم. بنروح لبرج الجوزاء. مواليد برج الجوزاء هذا يوم انا بعتبره يوم نشيط، يوم تتسارع فيه الامور بشكل ايجابي، هنالك تفهم لكم، هنالك ايجابيات، هنالك نوع من تجاوب معكم، والامور بعتبرها عم بتساعدكم، لانه هالسرعه الخاطر اللي عندكم اياها بعتبرها كثير ايجابيه، كثير مهمه، استفيدوا منها. نهار تقريبا بتخلصوا في اعمالكم وبترتاحوا السبت والاحد، لكن ترتاحوا بطريقه ايجابيه. الاكثر حظا 12 13 حزيران يونيو. منروح لبرج السرطان. مواليد برج السرطان اكيد الامور ايجابيه، لانه القمر من برج الاسد داعم قوي معزز للطاقات النفسيه، للطاقات الحلوه من ناحيه الحظ، من ناحيه تيسير الامور، كما انه الشمس اللي هي بمثلث مع برجكم تشكل دعم اكثر واكثر. مش راح احكي كثير عن هذا الموضوع، المثلثات اللي عم تاخذوها انتم مواليد برج السرطان، لانه حكي عنه ببرجكم الاسبوعي. اذا نهار جيد جدا، لكن كوكب المريخ ببرجكم كونوا حذرين. مواليد 18 19 20 تموز يوليو. بنروح لبرج الاسد. مواليد برج الاسد هذا يوم تكمل فيه الامور، لانه طبعا القمر ببرجكم، هنالك تسهل تسهيلات معكم، تيسير لكثير من الامور، انطلاق وتقدم وتغييرات كثير كبيره انتم بتدخلوها اذا انتم حابين، اذا ما حابين اتس اوكي، لكن القدره بايدكم، مفتاح معكم، اي شيء حابين تبلشوا فيه تغيروا فيه، صغيره المساله او كبيره، انتم اليوم بتقدروا بكل سهوله. والامور اللي كانت عالقه برجع بكرر انه تبلش تتسهل، وعندكم حوالي 4 اسابيع هيدا الشهر القمري التطورات بتكون عائليه او شخصيه. منروح لبرج العذراء. مواليد برج العذراء الجو اليوم بطيء، لحتى ترجع الامور تتسهل وتتيسر بدنا ننطر ليوصل القمر لبرجكم يلي هو السبت الساعه 7 المساء توقيت بيروت. فمن هلا لوقتها الجو خدوع قد عليته، بمعنى انه امشوا معه فلو وذ ات، منا لحالها هالموجه بالبحر اذا ما عكستوها وما خبطتوا كثير شوفوا انه منا لحالها بتوصلكم للشط، وهيك لازم تعملوا بلا مشاكل. يلي عنده امور مهمه رجاء تاكدوا منها، لانه معقول يكون في شويه خربطات. بنكمل مع برج الميزان. مواليد برج الميزان هذا يوم انا بعتبره يوم كثير جيد، كثير مهم، لانه في تعاون معكم، وكانه الكون كله يتعاون معكم، يتعاطف معكم، ان كان التقدم بكثير من الامور، كان تغيير بكثير من الامور، وكانه اذا انتم حبيتوا تمشوا بمجموعه معينه، جروب معين، تحطوا ايدكم ايد الاخرين، هذه الامور كلها بتتيسر. ضروري تسهلوا اعمالكم، اليوم اصلا
كمان كتير مهم، إذا بدي أعطيه علامي بعطيه 9.5/10. كلكم محظوظين بشكل خاص 14-15 أكتوبر. بنروح لبرج العقرب، مواليد برج العقرب هذا يوم أنا بعتبره مهم. ليه؟ لأنه القمر موجود بالنقطة الأعلى عندكم الدائرة الفلكية، بتتسلط الأضواء على أدائكم، على شغلكم، على اهتمامكم، حتى على تعبير وجهكم، على مزاجكم أيضا، فكونوا منتبهين. طبعا لأنه شمس ببرجكم هذا معناتها أنه في لحظة معينة يمكن تمرقوا فيها يمكن لا، كأن اعتبروها كأن اختبار لكم، فضروري يكون أدائكم مميز. بنروح لبرج القوس، الشمس منا مساعدة، انتم بتعرفوا هذا الشيء، لكن القمر اليوم كتير مهم وواقف لجانبكم وعم يدعمكم بكل الأمور. الأجواء كتير مهمة، بتساعد ما بتأخر، هنالك انفراج أكيد بالتأكيد، وهنالك طبعا دعم كتير مهمة بمسألة بتفتح باب بوشكم قدامكم، بتيسر اموركم، بتعزمكم، بتوجه لكم دعوه كثير حلوه لحتى تشاركوا، وبكون لكم نجوميه خصوصيه. الاكثر حظا 1-2-3 ديسمبر. نروح لبرج الجدي، مواليد برج الجدي اكيد هذا يوم انا بعتبره مهم وجيد، اكيد اريح من الثنين، من 3 والاربعاء اللي كانوا شوي صعبين، فهلا انتم بطور تقويه الذات، وهنالك مفاجات حلوه لكم سبت المساء والاحد مثل ما بتعرفوا ببرجكم الاسبوع، لذلك كملوا بطريقة مدروسة، أسلوب مميز، وبتشوفوا أن أنتوا رح تطلعوا مميزين. بالنسبة لبرج الدلو، من الأيام الأقل حظا، منا من الأيام الرائعة، منا من الأيام المميزة، هنالك شوائك، هنالك عقبات، هنالك مثل ما بنقول عصا بالدواليب، فكونوا منتبهين، ما تعملوا مشكل، العلاقة الضعيفة معقولة تتأثر وتنجرح، فكونوا حذرين لحتى انتم ايضا كمان ما تتأذوا نفسيا او معنويا او غيره. بنكمل مع برج الحوت، نهار كتير جيد لانه فيه نوع من التفاعل جيد، مدفوعين انتم، معزومين انتم، مدعوين انتم لحتى تكونوا اشخاص مثابرين ومشاركين، حضوركم ضروري وحلو ومهم، ورأيكم الحكيم الوايز اليوم لازم نسمعه، في امور لازم تتزبط مثل ما نقول فاين تيونينج لحتى يمشي الحال. ما بعرف شو صار، قبيت الكهرباء يمكن. مطلوب منكم اليوم تكونوا واعيين لهذه الامور وتكونوا ناشطين وتمشوا بالاخر. اي مساله عندكم اياها بليز رجاء اشتغلوا عليها، لانه في عندكم السبت المساء بتتغير الظروف. بختم مع مولود 25 اكتوبر يلي بانتظاره، سنه مهمه، هيدي سنه بترفع من شانكم، بتقدمكم، بتغير الظروف لصالحكم اذا انتم بدكم، هيدي السنه لانه عم بتقدم لكم اكثر من خيار وفرصة مميزة، بتكون بعض الأمور على المحك، يعني مثل التلميذ أو يلي عنده امتحان آخر السنة، يلي عنده تقديم شهادي، يلي عنده ريسيرش لازم يقدمه، اللي عنده ثيسس لازم يقدمها، الشخص يلي عنده خيار بالشغل لازم تكون خياراتكم مدروسة. سنة رائعة، وحوالي منتصف 2025 تقريبا ببداية فصل الصيف، على الأرجح عندكم مفاجأة سارة. أتمنى للجميع يوم سعيد، إلى اللقاء، باي باي.